تدهور الحالة الصحية لزكي فطين عبد الوهاب. أعلن المخرج خالد النجار تدهور الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب، وطلب من جمهوره ومحبيه الدعاء له. كتب خالد الحجار في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يا رب اشف وخفف عن صديقي الحبيب زكي فطين عبد الوهاب، يا رب أوقف الألم، أنت القادر وأنت الرحيم. ويعاني الفنان زكي فطين عبد الوهاب من مرض في المخ، وأعلن منذ فترة أنه يحاول التعافي من المرض ويقضي فترة صعبة من حياته. أقال زكي في اتصال هاتفي لبرنامج مساء دي ام سي المذاع على قناة دي ام سي الفضائية الاثنين موضوع السرقة التي تعرضت لها بسيط جدا، وانا كنت بتريق عليه: الموضوع مش كبير واللي عملوا كده دمهم خفيف. واضاف: انا لم اشك فيهم بسبب دوخة من الادوية اللي باخدها، وبعد الحادثة اخدت تاكسي لغاية البيت، وحظي الكويس ان البطاقة والمستندات الشخصية في جيب القميص. وعن حالته الصحية قال: انا خلصت 15 جلسة على المخ، وحاليا في مرحلة الخضوع لأشعة على الرئة لأن الورم نشط تاني، وهعمل مسح ذري على العظام، وبعدها سوف أذهب لعلاج ألم شديد في البطن. كل هذا سوف يتحدد خلال الأسبوع المقبل. أعلن إفلاسه: اعتزل الفن بسبب كورونا، دخل القبر حيا بسبب والده، تخلى عن والدته وانفصل عن سعاد حسني. حكايات زكي فطين عبد الوهاب. يحتفل النجم زكي فطين عبد الوهاب اليوم بعيد ميلاده. حياته مليئة بالأزمات سواء الفنية أو الاجتماعية. تزوج من سعاد حسني وانتصر على السرطان. ولد زكي فطين عبد الوهاب في القاهرة من عائلة فنية، فوالدته الفنانة الكبيرة ليلى مراد ووالده المخرج فطين عبد الوهاب عمل في بداية حياته كمخرج مساعد في عدة أفلام أشهرها فيلم أهل القمة للمخرج علي بدرخان، ثم شارك في بطولة عدة مسلسلات منها اسم مؤقت والزوجة الثانية والعراف وعلى كف عفريت وطرف ثالث، وشارك أيضا في بطولة عدد من الأفلام منها سقوط هنصور وبحب السينة. أولى زيجاته كانت من السندريلا سعاد حسني، ولكن والدته عارضته بشدة ورفضت هذه الزيجة بسبب فارق السن بينهما، حيث كان يصغرها بعشرين عاما وكان طالبا، ولم تستمر هذه الزيجة لفترة طويلة. أعلن زكي فطين عبد الوهاب عن إصابته بالسرطان، وبعد عدة شهور أعلن تعافيه من المرض. وقال زكي فطين عبد الوهاب في إحدى حواراته أنه في صغره أحب والدته الفنانة ليلى مراد من أفلامها السينمائية، وكان يظنها قوية وجذابة، ولم يتقبل فكرة ضعفها في أيامها الأخيرة، ولم يعترف بالتقصير تجاهها إلا بعد دخولها المستشفى. وأضاف أن والدته كانت تمر بحالة كبيرة من الاكتئاب والاعتزال عن العالم في السنوات الأخيرة من عمرها، وعندما مرت بهذه الأزمة وقتها كان صغيرا ولم يستطع تقديم يد العون لها، بل ابتعد عنها، ولم يعترف لوالدته بشعوره بالألم لما وصلت له إلا عندما دخلت إلى المستشفى وكانت في أيامها الأخيرة. وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية قال أنه أحب المخرج علي بدرخان على المستوى الشخصي، وأن بدايته في التدريب السينمائي كانت معه، وتابع: ذهبت إليه بعدما انفصلت عن زوجته السابقة سعاد حسني والتي تزوجت من علي بدرخان أيضا، لأنني شعرت دائما بأنها لا تزال تحبه، وكنت أشعر بالذنب وأنني كنت حائلا بين قصة حبهما، وأعتقد أنها أحبته كثيرا أكثر مني. وعبر عن أمنيته بأن يكون أبا، وقال: لو كنت أب كنت سأعتذر لابني عن الخوف الزائد، لأنني تألمت منه مع أمي في الصغر بسبب العاطفة والحماية الزائدة والتي تصنع شخصية لديها مشكلات مع احتكاكها بالوقت.
الواقع، وأثار الجدل من خلال تعليقه عن الموت وأنه لا يخشاه، وكشف عن علاقة الإنسان بالموت والمرض وقصة نزوله لقبر والده عند الدفن قائلا: علاقة الإنسان بالموت، أنا عمري ما خفت من الموت أو المرض. أنا لما أبويا مات كان عندي 17 سنة، عمتي أصرت أني أنزل القبر معاه عشان ألقي نظرة أخيرة عليه لأنه توفي في بيروت وما كنتش شفته. كنت خايف وأنا نازل القبر، ولما أزاحوا الكفن عن وجهه وجدت على وجهه ابتسامة رضا عمري ما هنساها، وتأكدت لحظتها أنه في مكان أمين. تعرض الفنان زكي فطين عبد الوهاب للعديد من الأزمات الصعبة في حياته، ومن أبرزها إعلان إفلاسه وشعوره بالخنقة والضيق لعدم تمكنه من العودة إلى التمثيل بسبب ضعف مناعته في ظل انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد تعافيه بشكل غير كامل من السرطان. ولد في القاهرة في 15 ديسمبر سنة 1955، له شقيق واحد فقط من والدته هو أشرف أباظة. تخرج في قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما سنة 1983، وابن النجمة ليلى مراد ووالده المخرج الكبير فطين عبد الوهاب وعمه النجم الراحل سراج منير وخاله الملحن الكبير منير مراد وجده الموسيقار زكي مراد. عارضت والدته الفنانة ليلى مراد دخوله الفن، فقرر الالتحاق بكلية الزراعة، وفي السنة الثالثة عاد مرة أخرى لدراسة الفن. سنة 1981 التقى بالسندريلا سعاد حسني عقب طلاقها من المخرج علي بدرخان، وبعدها اتفق على الزواج. وعارضت والدته الزيجة بشدة، خاصة أن زكي كان طالبا بالمعهد وقتها بينما تكبره سعاد حسني بحوالي 20 عام. كانت هذه الزيجة أولى زيجات زكي فطين عبد الوهاب. أول أعماله الفنية فيلم اليوم السادس مع المخرج يوسف شاهين، وبعدها توالت الأعمال على وتيرة بطيئة، فكان يشارك بعمل كل عامين أو ثلاثة أعوام. من أبرز أعماله: بحب السيمة، ريش نعام، مرسيدس، دوران شبرا، العراف، تفاحة آدم، أهل كيرو وغيره. أصيب الفنان زكي فطين عبد الوهاب بسرطان الرئة في عام 2019 وتعافى منه، ولكنه تعرض لأزمة مالية خلال فترة علاجه. وكشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب كواليس رحلته مع مرض السرطان حتى الشفاء منه، مؤكدا أنه دوما متماسك مع المشكلات مهما كان حجمها، موضحا أن العامل النفسي أكثر من يساعد الإنسان على التغلب على المرض. وأضاف عبد الوهاب في حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج الجمعة في مصر: تقبلت الأمر بشكل عادي ولم أشعر بخضة كبيرة، وهذا ما ساعدني كثيرا على الشفاء. موضحا أن أكثر النجوم الذين وقفوا إلى جانبه خلال فترة مرضه هي الفنان نادية لطفي وشقيقه أشرف أباظة. وأوضح أنه تعرض لأزمة مالية اضطر بسببها لبيع سيارته لاستكمال علاجه، وهذا ما يحدث في أغلب الأوقات للبعض، مؤكدا أنه لولا النقابة لما استطاع إكمال علاجه. آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب مشاركته في مسلسل النهاية الذي عرض في رمضان الماضي بطولة الفنان يوسف الشريف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.